اول كل شيء ماشي غير الكره اللي كنت لعبت كنت نلعبوا وورد باش نخدموا في الفيجا بيانتو لا كوب دي مون في ديال الناس كنت تشوف الموت الصراحه On appréhende un peu parce que franchement on n'a pas vu autre chose. Tu as vu que les prix là-bas elle est prête de chez la Coupe du Monde. Ouais, ouais, on continue pas de finir un bon moment. Donc la reine de l'eau, je suis là. Inch'Allah. Inch'Allah. Akhir Karima Diana, le dernier mot. La Coupe du Monde, on ne sait pas si la Coupe du اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بعشاق الكره المغربيه، بعشاق المغاربه العالم. دائما في اطار الجوله على اللاعبين ديال المنتخب المغربي ولاعبات ديال المنتخب المغربي، الحمد لله اليوم عندنا سير، عندنا لاعبه ديال المنتخب المغربي اللي كتلعب مع فريق ايغوديان، لاعبه ديال ايغوديان، اليوم كيلعبوا واحد الماتش ضد واحد الفريق قوي هو فريق ديال ارنب، كيفاش شفت هذا الماتش؟ ما كناش خوفانين، كنا كنترينيو على الماتش، لعبنا بكاركتير الفوتبول اللي مولفين كنلعبو بيه وربحتو. كان الماتش شوية فاسيل ولا كان ديفيسيل بالنسبة لي؟ فاسيل حيت كنسهلوها حنايا، ملي كتلعب بزاف كتلعب بزاف كتلعب يعني يا بويا كون كتلعب، هما كانوا شي اسبيس بخاسيل هما سبقنا لعبنا معهم وربحنا وكيستناونا دائما عارفينكم فريقكم شفنا الفريق ديال ايغوديان فيه بزاف ديال البنات هما مغاربه علاش؟ حيتاش حنايا اصلا في مولمبيك فيها مغاربه بزاف واصلا دائما كنتشاملوا اصلا دابا انت اللي كتلعب مع المنتخب المغربي كيف شفتي الاجواء ديال المنتخب المغربي؟ مزيان 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 شي ديال المغرب كيفاش كيفاش امهم فامي كيفاش هادشي هذا ما شاء الله العائله ديالي بصراحه ياك ملي كنمشي تما كنكون مزيان كنفرح كنامن بالكره ديالي الحمد لله اصلا تما مسلمين كاملين الحمد لله دابا انتم كتوجدوا شي تلوى الى هكا في المغرب كيفاش عاودنا لنا التلوى هذه كيفاش كتوجدوا بها؟ كنترينو بزاف وان شاء الله خير ما عرفينش اول مره نلعبوا مع البنات اللي شهرين منا اول مره نلعبوا معاهم بصح دابا نشوفوا خير ان شاء الله قدر الله خير تبعتي المونديال المغرب مونديال قطر المغرب وصل دومي فينال كلاعبه ديال المنتخب كيفاش عشت الاجواء؟ فرحونا بزاف فرحونا بزاف ما صرناش اصلا كيفاش شفتي وليد الكراكي حمس اللعابات عاودنا لك راجل كبير ونقدروا نمشيو بالنسبه لافريك دابا لافريك كتقول بان المغرب وصل دومي فينال ديال كوب دي مون واش كان ليكيب ديال لافريك غيكونوا عندهم دوب موتيفاسيون باش يلعبوا؟ كيلعب تبع البنات حتى حنايا عندنا دوب موتيفاسيون كيف كتشوف المشاركه ديال المنتخب المغربي في كوب دي مون ديال البنات؟ ديال البنات دابا حنايا كنخدموا بزاف مزيان عندنا لي بروجي وهيدوك مزيان عندنا
ديروا كيما دار الوالد ديالي كيما دار ستاف مزيان هاي دوز مزيان ياك ان شاء الله يربح حتى كتوعد البنات الجمهور عندكم شي حاجه في ثلاث عام بالنسبه للبنات اخر كلمه ديال ديالك ونسبر على بلو لوان au niveau professionnel, on représente le pays, le Maroc. Là, on est très fiers de représenter le Maroc, même si on n'est pas né au Maroc. Alors que nous avons des gars, ça, le Maghreb, c'est une fierté. Inch'Allah, nous sommes le plus loin possible, nous sommes le plus loin, Inch'Allah, nous sommes le plus loin. Merci. 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 كاش بريباراسيون شي ماتش انترناسيونال؟ واقيلا كلشي مزيان؟ الحمد لله ميرسي شكرا Thank you.